تستقبل مصر صباح 15 من يونيو عام 2013 بعواطف أكثر قلقاً نتاج عواصف السياسة وأزمات الاقتصاد. كانت الراية البيضاء هي الشعار الذي رفعته وزارة الكهرباء آنذاك لإعلان الاستسلام، أو بالأحرى لإعلان الإخفاق في حال مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربي. الصراع بين المثقفين ووزير الثقافة يزداد سخونة ويدخل مرحلة مختلفة من الإثارة عنوانها لا تراجع ولا استسلام. أرض سيناء باتت مسرحاً لعمليات من الهجوم المتبادل بين الأهالي الداعمين للمؤسسات الوطنية الساعين إلى فرض الاستقرار والمرتزقة الذين أشاعوا في تلك البقعة المباركة الفساد والدماء. أهالي سيناء نجحوا في تدمير عدد من المخازن المستخدمة في تهريب البشر والاتجار بهم. الساعات الأخيرة من ليلة 15 من يونيو شهدت إعلان حركة تمرد خططها لإدارة المرحلة الانتقالية حال نجاحها في عزل الرئيس محمد مرسي ورحيله عن حكم البلاد.